الحلقة جات نتيجة طلبات الكثير من المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا باش نخصوا حلقة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي السلبيات والإيجابيات. قبل ما نشوفوا الحالات اللي راهم حاضرين معنا خلوني كالعادة نرحب بالضيوف اللي راهم يشاركوني دايما في تقديم هذا البرنامج. البداية من شيخنا البشير إبراهيمي. مرحبا بك شيخنا. مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نكونوا خفاف خلال هذه الحلقة ونقدموا بعض التوجيهات وبعض النصائح، لأن ليس كل جديد هو محرم ولا ممنوع. واليوم راه مسموح لي باش نرفد تليفوني لان الموضوع يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. راح تشوفوني كل دقيقه مباشر، راني نصور، راني داخل بلاطو، راني قداري مع الضيوف. لا علينا، خلوني نعرفكم بالشخصيه الثانيه اللي راح تقدم معايا هذا البرنامج. جبتوا الطياره حطاتوها وجاي في الطريق. مرحبا بك. احنا بعثناه لمكه قلنا له يروح يجيب عمره، بصح ما قلنا لهش يبدل اللوك. على سلامتك. الله يسلمك. وهذا عمره مبروك ان شاء الله. ربي يحفظ العاقبه معكم كامل. هاني ركز لي على اللوك الجديد. هكذا راح تدي بلاصه تاع الشيخ. لا الحمد لله، دوكا هارون اخي اشد به ازري، عندي واحد منا واحد اليمين واحد من الشمال. ربي يفضلك. يمن غلبوك. العاقبه ان شاء الله كامل للامه الاسلاميه، ان شاء الله كامل الجزائريين، امهاتنا ابائنا، وان شاء الله دعيت لكل المرضى وكل واحد ما عندوش سكر ان شاء الله ربي يوسع عليه. ان شاء الله ديما مهموم ربي. زوري تقول لك دعيت لي. دعيت لها. وهاني هاني المخرج كامل ان شاء الله دعيت لهم باذن الله. الله يبارك. تفضل محمد. شكرا. ولا ما زمزم جبت والجاوي والحنة. هاد الحلوه شريتها غير من نابال. شيخنا رمضان تاع الحجاج ما يروحوش لمكه، يروحوا غير ساحه شواده ولا يروحوا لبغداد ولا ديكانز. لا ديكانز يجيبهم. هي الاصل، اصل الانسان. شيخ انا شريت لك الله يبارك. بارك الله فيك بجانبك ان شاء الله. جبت لك معايا والله انا كما جبت لي كواليس سلبيه ثانيه. انا عطاني واحد الكادو خبيته في الكواليس، ماشي حاجه كبيره غير حاجه صغيره. وتهك خير محمد. الله يسلمك ربي يحفظك. بارك الله فيها. الحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل. اخي تاع مكه ماشي ساحه شواد. لا لا مكه. لا مكه اكيد. الجزائريين فيهم واحد النعمه، شيء جميل جدا انهم من المجتمعات المكثره من العمره والحج، والحمد لله هذه ميزه، حبهم لله عز وجل وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويصدق فيهم قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. عمره مقبوله ان شاء الله. إن شاء الله. جيت بيدك كيما الله يبارك. انا جبت خل فرجاني. الله يبارك. انا بصح دعيت لهم حاجه كبيره. وثاني دعم حاجه كبيره دعيت لكم. كل واحد وصاشي ديالو جماعه، كل واحد وصاشي ديالو. بارك الله فيك. ما زمزم شيخ كاين. ما زمزم الله يبارك. ما زمزم هو خيس سير. ما زمزم شي ما عمرتوش منه. كاين واحد شيخنا، كاين واحد اللي يروحوا لمكه يجيبوا قرعه ومن بعد واش يديروا لها؟ يديروها في جيريكا كبيره تاع الروبيني ويدير هذه لداخل ومن بعد يخلطوا زعما ما زمزم تخلط مع هذيك ومن بعد اللي يجوا يعطوا له فنجان. يا اخي هذه ماشي ما روبيني تاع الحراش. جبت 48 قرعه. الله يبارك. 48 قرعه هكذا دوزتهم نورمال. هذه هما الاولين حواجبتهم في يدي. الميكرو حسين. بعت ما زمزم هو الاول في الطياره وحوايج جبتهم في يدي. 48 قرعه؟ اه زوج بيادن. محمد شحال قرعات؟ ما جبت واحد 10 قرعات صغار كيما هكا باسكو علاه ما خلوناش نجوزو. كون جبت ويو ديريكت من مكه. والله شوف الدعوه على حسين. الانسان دوكا يشهد حق فيه، والله غير عطاؤه هو مثال يقتدى به بالنسبه للشباب. بشر الله عز وجل يحفظنا البلاد هذه، يصلح الامور، تحسن الاوضاع. انا نشرب ونقول مشاهدينا في الكاميرا يقولوا امين. امين. ما نقولش صح هذا. بسم الله. نشرب معايا نعطي البنات. البنات اللي يحبوا يشربوا ماء زمزم. ولا الرجال ما يحبوش. باش يتزوجوا كيما قالت مايا ياك. هيا البنات بسم الله. كما كنت قلت لكم حلقتنا لنهار اليوم هي حلقه خاصه برواد مواقع التواصل الاجتماعي. انا كي جيت ندير هذه الحلقه كنت حابه ناس عندهم محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في اليوتيوب او في الانستغرام او في الفيسبوك. ناس يعني كي نشوفهم نستفاد منهم انا ولا يستفاد منهم غيري، انه يدير فيديو يعلم ناس ولا يثقف ناس ولا مثلا كما ام وليد. ام وليد معروفه قناتها اكثر من 3 ملايين متابع في القناه ديالها. امراه يعني تحضر وصفات طبخ في متناول الجميع. لكن كي نروحوا البنات قلت لك اغلبيتهم كيفاش ندير الماكياج، كيفاش كذا، كيفاش نلبس، كيفاش نعدل خماري، كيفاش كذا. الناس اللي راهم حاضرين معنا عندهم محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، راح نتعرفوا عليهم واحد بواحد. اعطوني فقط الميكروفون
تبدا من اليمين لليسار. تفضلي. يسار اليمين. اها. السلام عليكم. انا اسمي سلمى. سلمى حمادو من ولايه شلف. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك فيك. عمري 21 سنه. الله يبارك. ادرس لغه انجليزيه في المدرسه العليا للاساتذه بوزرعه، وهذه سنتي الاخيره. فايزه اللي جاتنا من المانيا، تفضلي. فايزه بن يوسف 19 عام من غيليزان، عايشه في الالمان. ندير لي فيديو في الانستغرام. الله يبارك. وعدنا ايضا لينا احدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وانستغرام. مرحبا لينا. ميرسي، شكرا على الاستضافه. اسمي لينا، جي 21 عام، طالبه لغات اجنبيه اسبانيه وانجليزيه. الله يبارك. ندير دي فيديو سور يوتيوب، مي ماشي بوتي. ندير دي فيديو ساخره. واكيد جدا عرفتوها صاحبه الضحكه الكبيره مايا. تفضلي مايا. لازم هذه الدخله ديالك ديريها بسناب شات من بعد تبعثيها لي. صافي، فريمون بليزير، هذا شرف ليا. اولا انا بديت ما عنديش بزاف لينا، بتات عندها عام ونص، انا عندي 6 شهور 7 شهور من اللي بديت. انا كي بديت درت الاول فيديو ما كنتش نستنى رده الفعل تاع الناس. وعندنا ايضا منى اللي عندها موهبه خاصه قامت بالترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي. من بعد نعرفك منى، قولي لنا فقط الاسم والعمر ديالك. منى، ما تقوليش واش ديتكم بليده. جي 18 عام، نقرا بروميير اني في لانسيتي اغرو اليمونتير. معنا اسماعيل، واحد من اصغر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده فيديوهات يحطها على الانستغرام. تفضل، شكون معايا؟ بو صحيتي تفضل ديال هذه الدواء. بو انا اسماعيل بن حنين حميدي، تكون في ولايه بازا. وتعرف تقرا ولا غير الانستغرام؟ هذا الفصل الاول ما خدمتش فيه. ما خدمتش كنت تشاتي وفيسبوك انستغرام. الله يبارك ما شاء الله. احنا ايضا شيخنا درنا صبر اراء صغير عند الجزائريين حول التطبيق اللي راهو داير حاله الان، اللي هو تيك توك. ظاهره تيك توك اللي دخلت علينا في الكثير من بيوت العائلات الجزائريه. كاين اللي عندهم محتوى نبيل في هذا التيك توك، كاين اللي ربما متنفس باش يفرغ مكبوتات، لكن كاين كثير من العائلات اللي ما يتبعوش ولادهم واش راهم يتبعوا ولا وين راهم. سقسينا بعض الجزائريين حول موقع، مش فقط تيك توك، لكن حول ظاهره الناس هذو اللي يروحوا لمواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا معاكم صبر هذه الاراء ونعاودوا نرجع لكم. ابليكاسيون جديده سما دخلت هذا العام، واني نشوف بلي عندها اقبال كبير، بصح شنو هو البيت تاعها ما على باليش. دوك قال كيما تاو هناك شغل يتبعوا اختي فيكتور ميريسبي. البنات هادو ما لم يديروا هاد العفايس، فري ماشي بنات، لم يديروا فيسبوك وميسنجر وتيك توك، فري ماشي بنات. وبالك ما عندهمش خوتهم وما عندهمش ماليهم اللي يحكموا فيهم. ورانا نشوفوا بزاف عفايس البنات هادو، ما هم كثر ونساخ كثر من الرجاليه. هذا فيسبوك والميسنجر هذا ولات عفسه قديمه خوتنا. دوك الناس ديفلوبات لينا في تيك توك، دوك ما انا فاهمين والو. السيد مع مرتو داير لي فيديو، السيد مع اختو بالجيبا داير فيديو، ما انا فاهمين والو. فهمونا. دوك هذه دخلها في التربيه، هما كي تعرفي الشيطان شغل الانتيم ديالهم كي شايفه. ايه ومراه دور جمع عند ربي سبحانه وناقص هادين. انا تبان لي اختي قضيه تاع حياة، وتالمو المجتمع مد لهم الحق بزاف، تالوين وصلوا يديروا واحد الصوالح بان لهم نورمال. تلقاها دير فيديو بالك مع اخوها بالك مع باها ونورمال في الدار ما يهدرش. انا بور مو هذه زعما اختي دير فيديو تيك توك امبوسيبل، ما قدش ولا مرتي هكا بار اكزومبل دير فيديو هكا تصاور منها امبوسيبل، ما كاش منها ما عندناش. انا سوي كونتر بس كتفسد السمعه تاعها، الشعب قاعد يشوفها، والشعب هذا الشعب تاعنا ما يرحمش، يقدر يموت في التصويره هذه كذا. وبالتالي من في المارياج اللي يشوفها يقول لك هذه ما نزوجش بها، ما يكشفش العوره تاعو للناس لهذه الدرجه. انا كشور راسي بلوك، انت صحفيه كي هدرتي معايا هذا الكلام، شغل انا ما جاتنيش في راسي. نو سا مانتيريس با فرانشمون، جو تروك سان تروك بور لي سان تروك ديبيل. فوالا تو كور، كل حاجه في بلاصتها. دروك حنا في الجيري او موان نقعدوا بليزا تمسكوا كما قال لك بالعادات تاعنا لي زابيتيد، كما حنا جدودنا ما داروش كما هكا بكري. انا نعرف حاجه، دوك الانسان كي يحط ان سي في ويدير التصويره ديالو دومي مال، بصح باش يبعث التصويره تاعو ويحكي حياته كي شغل فيلم ودبلج، عباك واش راه يدير؟ هو يبيع روحه، باسكو على بالك الشخصيه تاع العبد غير تقرا عند الناس. حنا مجتمع ما يرحمش الانتقادات، حاجه مش مليحه اصلا، شبهدلونا وخلاص. واش راح نقول لك اختي؟ انت زعما تخلي مرتك
عندك فلوس قدرت فنخليها له مهبول انا اللي يخليه مرتب ستابليه وكذا ويخدم هو شغل هذا ما كان عندك له انستغرام سناب شات سيلفي يدير منقوشه هكذا شغل كيما صاحب لها هكذا فهمتيني هكذا دوك تشوف مرتك هكذا ما نتزوجش بها انايا نحرق نروح في بوطي خير الفوبان مره هكا تبين روحها فهمتي كيف ما السطره ملاحه ما تليقش ما هياش راجل بالك مره بور ما سوي كونتر كاين صوالح يجوز شغل ساس باس وكاين صوالح اللي بنادم يفيتيهم تما ما دا بكم نقصوا لنا شويه صوالح هادي ما باسكو المونضار بقى فاقنا والموند ماشي ميزيلمون بهم كاع انا دوكاني مخلوعه كيفاش بعض الناس كامل حياتهم منتشره في الفيسبوك الى درجه انني نظن بلي ما مش يعيشوا نفسهم راهم يعيشوا غير باش يوروا روحهم لحقنا وقت اختي اقسم بالله راجل يخلي مرتو تحكي مع العباد فيسبوك دير فيديو فيسبوك هدايا فري ماشي راجل راح شد مرتك يا ما على باليش انتك مزوج وكدير هكذا مع مرتك الراجل تما واش معناتها راجل الراجل اللي يتبع الدين ديالنا ها واش معناتها راجل اذا كان صح راجل ما يوافقهاش وخليها كيما عبد جيجي اذا راحت له ربي هنها منها واذا بقات معاه راه تولي كيما هو بعقليته برك هما شغل جاهلين ما يعرفوش هذا ما يكون عنده فيسبوك نورمال باسكو سي تان موان دو كوميونيكاسيون مي باش تحط روحها لي فوتو تاعها تصورها شويه ما تجيش انا ما نقبلهاش دوك انا ولا انت بار اكزومبل كيما نديروش تيك توك شو انا غرباء دوكا يضحكوا علينا فاهم كيف يقولوا لنا سمعتوا مقدم وانتم سي بريحنا نو سوم دي زافريكا وتيرمون ديز انا نستعرف نقول لك علاش ملي بدات هاد العفسه هذه تاع الانترنت تو ما عرفناش نستعملوها حبط المستوى الثقافي ولينا كما يقولوا الحشمه راحت يبا افيك كما يقولوا افيك دي ليميت الا ما حشمناش على روحتينا نحشموا على والدينا نمد هاد لو ميساج نوجهو لي جون اون بارتيكولير قال لهم بلي فو ايفيتي هاد لي جور دو تروك كامل ويعمروا الوقت تاعهم الفيد تاعهم دي تروك كانت هذه آراء بعض الجزائريين حول ظاهرة تيك توك وانتشار العنصر النسوي داخل مواقع التواصل الاجتماعي الخطرة الأولى راح دارت زوري اللي دارت سونداج وين في قلب العاصمة في العاصمة في لا غروند بوست كي جبت صبر الآراء نصهم طاحوا على المرأة علاش تبين روحها في مواقع التواصل الاجتماعي علاش تنشر حياتها الخاصة قلت لها لازم السونداج يكون متوازن زدت عاودت بعد طاهر قلت لها بالك كي راحت مرا بالك طاحوا على زوري باسكو مرا قلت له طاهر روح جيب لي سونداج تاع ناس يشوفوا مثلا المراه بطريقه اخرى في مواقع التواصل الاجتماعي نفس الشيء راح جاب قال لي ما لقيتش كاع قال لي البنات ما حبوش يهضروا والرجال اللي يهضر يطيح على النساء شيخنا تفضل اتفقوا على شيء نحن في مجتمع جزائري ومجتمع مسلم عنده اعرافه وعنده اخلاقه هذا الكلام لازم نحملوه ونعطوا عندنا واحد النظره اخرى ايجابيه افضل من النظره السلبيه اللي يظنوها الناس باللي راهو ضد المراه لا المجتمع الجزائري حينما يدافع عن المراه بهذا الشكل انما يحترمها ويقدرها ولا يرضى لها ان يتكلم فيها احد او تداس كرامتها او يتحدث عنها او يغير صورتها الشيء الثاني اللي لازم النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان هذه في الامور التي على علاقه بالناس ولكن كاين امور عندها علاقه شخصيه الانسان امور شخصيه يجب ان لا يعرفها غيره هو ولاده ومرته انت اذا انشرتها خارج البيت فممكن اكسرت اعراف الحاجه الاولى وتجاوز على حدود الشرع وممكن اهنت الناس لان نعطيك مثال لما نشوف انسان يروح مثلا لمكان معين خاصه الذي يكثر ماشي مره ومرتين مثلا طيب ماكلات توزعها كاين انسان اللي ما لقاش ياكل انت تكتب لي تصويره انت تكتب لي اللحم كذا درك مع الوضع الاجتماعي كان انسان اللي ما يلقاش يتشهى تفضل شوف انا مع التواصل الاجتماعي في حدود علميه في حدود فيها ايجابيات في حدود فيها رساله هادفه فيها موضوع واضح فيها هدف مسطر بينما احنا اللي نشوفوا من هب ودب يجي يدير وكذا ويصور ويشطح ويغني وكذا والعلا والهم والندب ونهضروا بالدرجه باش يفهمونا هذا تمرد صريح جدا وهذا عنده خلفيات باش يهدم وينخل المجتمع الجزائري لا من أخلاق ولا من دينه ولا من تربيته ولا من العروق ولا من الجذور نتاعه هنا نصيحتي لكل أباء اللي عنده النيف وعنده الآخرين أنا حبيت نقول له حتى أنا نهضر على روحي قبل ما نهضر على الناس أنا ولا عندي ولادي نعسهم هو ما يتحدث أنا نهضر بالعنية صح ودي لك كنت لا أنا لما نشوف ولادي
أن نراقبهم لأن علاش؟ وش كان يذكر الأستاذ صحيح؟ لأن تولي المواقع هذه تغير في أخلاق الأبناء لأن الإنسان نهار اللي لعبك التلفازة ووسائل التواصل الاجتماعي يولي ما كانش القاعدات على الأسرة ما نقدرش نجلسه في أسرة. هل أنت مع أو ضد الناس اللي ينشروا حياتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ كاين فرق بين اللي تنشر حاجات يستفادوا منهم الناس اللي عندها رسالة توجهها، عندها نتائج حبات الحقام، عندها مشروع حبات نزو، عندها الحياة. كاين حاجة فرق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية. برافو. الحياة المهنية والحياة الخاصة عمرهم ولا كانت بينتهم أكيد. علاقة أكيد. الحياة الخاصة تاعك أنا عمري الناس ما يعرفوش أنا وين نسكن، شحال عندي خاوتي، وش ندير في الحياة، ما يعرفوش، بس هذه حياتي الخاصة. سعيك باش يكون عندك برودوي تبيعيه في مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا كثير من الفتيات بداو هكذا، بداو باش يروجوا للمنتوج ديالهم، لكن ما يمشيش موقع التواصل الاجتماعي الا اذا نشروا حياتهم الخاصه. الناس تحب تقلع، تحب. شوفي اشهر يا اليوتيوبرز في العالم ولا نقولوا في الجزائر شهروا بسبب نشر حياتهم الخاصه وتفاصيل حياتهم، وكما قلتي سواء السفر ولا هذه الحاجه. هل انت راح تتبعي هذا المسار؟ ابدا. انا يا ما عمري ما راح نحكي على حياتي الخاصه ولا على واش ندير في حياتي، ولا انا كي نوري اليوميات في الانستغرام نوري لهم غير زعما واش يبعثوا ليكم زعما حاجه بيبليسيتير ولا زعما على القرايه ولا فيس هكا. من الحياه تاعي ما انتريسي. نروح لينا ايضا نفس السؤال، هل يعني سعيك في مواقع التواصل الاجتماعي راح يخليك في يوم من الايام تنشري حياتك الخاصه؟ نون جامي، جو سوي كونتر سا 100% ماشي 100%، باسكو انا انفلونسر سي با سا. نحب تكون الانفلونس تاعي في حاجه ايجابيه. صح الناس، صح لو بوبل الجيريان عنده هذيك لا كيوريوزيتي باش يعرف التفاصيل تاع حياتك، مي ماشي في الايجاب، هو يحوس يعرف باش ينتقدك. صح علاش تيك توك دار البوز؟ لو كان ماشي كاع لي الجيريان يدخلوا له باينه بلي واحد ما يسمع به، مي تلقاي كاع ينتقدوا وعشيه تلقايهم كاع داخلين في لابليكاسيون تاع تيك توك ويديروا لهم لي جام ويطلعوهم كيفاش بانوا هادو صحاب التيك توك. عندك تيك توك ليه؟ عندي وي. صح انا سي با لا ميم شوز، انا ما بديتش بالتيك توك باسكو كاين الناس اللي يبداو بالتيك توك يقول لكم بعد انا يدورها حاجه وحده اخرى، جوغ تيك توك انفلونسر بلوجر سي با لا ميم شوز. تيك توك يديريه وحدك في الدار، تكوني في بيتك، ديريه للعائله، ديريه للعائله نفسك مع خوتك صغار مع لا فامي. صح سي درول، حاجه تبقى حاجه ايجابيه، بصح يفو با ديباسي لي ليميت باسكو كل حاجه عندها لي ليميت. كيما يقولوا ان زاد الشيء عن حده انقلب على ضده. نصحك بحاجه لينا، انت تقراي واحد اللغات مطلوبه، اسبانيه او المانيه، ماذا بينا نشوفوا لينا تقدم لنا دروس لتعلم اللغه الاسبانيه، راح تلقاي ناس يشوفوك خاصه الحراقه كاع تلقايهم يتبعوا لينا اللغه الاسبانيه اللغه الالمانيه الانجليزيه. حبينا نشوفوا هذو بنات اللي عندهم دراسات يعني يفيدوا فيها المجتمع، يديروا لنا محتوى نتعلموا منه ان شاء الله. سي مون بروجي في الفيتور، ماشي دوكا باسكو دوكا مازالني نقرا، جو تخوف باك عندي هذيك. كيفاش اغلبيتهم اللي شادين الكاميرا تاع الانستغرام وشادين سناب شات يحكوا مع العالم وناسين والديهم؟ بيد ما تروح تحكي مع العالم اللي ما على بالكش لا راه يشوفك ولا ما يشوفك ولا حتى يشوفك تقرعيش، احكي مع يماك مع باباك مع اخوك مع جارك. ممكن محمد اكبر وراي الكاميرا ديالي. انا دائما نقول باللي اكبر جام في حياتك هو الجام اللي تلقاه من الوالده كي تنوض الصباح ما على باليش دير جام ولا دير خمارك وتقول لك يماك روح الله يبارك. هذا اكبر جام تتلقاه في حياتك، اكبر تعليق واجمل تعليق تتلقاه في حياتك كي يجلسوا عليك خوك ويقول لك خوك حطها له. هذاك هو المهم، ماشي تاع دير تصويرتي ونبارطاجيها انا في فيسبوك ولا الانستغرام ونستنى الناس تقول لي لا راكي شابه ولا ما راكي شابه. كاين ناس يفواياج يروح لاخر البلاد غير باش يتصور وبيبليه في الانستغرام، شوفوني راني وصلت. في حين انا شفت ناس في اوروبا نهار تروح تفواياجي ما تديش تليفون، تدي غير اباراي فوتو باش تصور الذكريات، تليفون يتحط اكوتي، لا اتصالات لا مواقع التواصل الاجتماعي لا حتى حاجه. انا حبيت نقول حاجه، ينشبحوا من برا وش حالك من الداخل. تروح الى الدار اقسم بالله ما يتعشى برا، ما يتعشى مع يمه، ما ياكل مع يمه، ما يدوش في الدار، قسما بالله غدا دارو كيلوتيل، هذا واش من الحياه عنده؟ ذوك لقينا لا ماكله برا، لا مرا تفرح في الخدمه تاعها، لا تسياق مليح، لا ماكله مليح. انا ما نكذبش على بعضنا. محمد فكرتني، واحد من التعليقات الرجاليه، واحد من التعليقات الرجاليه في مواقع التواصل الاجتماعي قال لهم باللي وصلت الوقت نعرف مرتي واش راهي مطيبه في الدار من الانستغرام. ما تقولوش واش راح نطيب لك اليوم، صح يدخل ستوري ديالها يشوف باللي مرته راهي دير محاجب ولا، للاسف الشديد. صح هذا مشكل. الناس ولات تطيب. التواصل ما كانش.
وهذا التواصل لما ما يكونش التواصل مباشر راح يسرع الفرقه الانفصام. لو حبيت درك سمعنا وشفنا هذا، شوف اي حاجه في هذه الدنيا لازم تكون عندك رساله، يكون عندك هدف والطريقه تكون مشروعه. رساله وهدف وطريقه مشروعه، طريقه مشروعه، ما ديرش حاجه مشي مشروعه. درك نعطيك مثال، مرأة تصور روحها في لباس غير لائق لوزر التحية ولا راجل راجل يصور نفسه في لباس غير لائق ويبيبليه راهي سيئه. احنا نشوفوا قبل ما نعاود نرجع نشوفوا روبورتاج كان داروا زميلنا طاهر حول موقع التيك توك، الجزائريين واش راهم يواسوا في هذا الموقع، ونعاودوا نرجعوا لكم. الو الو بونجور مدام. مؤخرا انتشر في الجزائر استخدام بعض المواقع والتطبيقات على نطاق واسع، ومن اهمها تطبيق تيك توك اللي عمل ضجة كبيرة في وسط الفئات الشبانية. هذا التطبيق اللي أصبح كلام كل صغير وكبير وخاصة الشباب بسبب المحتوى الدخيل على المجتمع الجزائري اللي يعتبر من أبرز المجتمعات المحافظة في الوطن العربي. وإذا تكلمنا عن المحتوى اللي قدموه رواد هذا التطبيق، هو في الغالب عبارة عن فيديوهات رقص وتقليد لبعض الأشخاص والفنانين، لكن يبقى الهدف من هذه الفيديوهات مجهول عند الكل وحتى عند أصحابها. تزوجتي ولا مازال؟ مازال. إما لا كباية تقدري تقوليها. بغيت نقول لك حاجه دقيقه. وربما هذه المشاهد اللي تعبر على المستوى المنحط للحق ليه بعض من شبابنا. قبل ما تروح لغمي تجي عند بابا باش تخطبني. والغريب في هذه المحتويات هي غياب الحشمه والحياه بعد ما اصبحنا نشوفوا فتيات شابات وشباب بألبسه مفضوحه يقوموا بالغناء والرقص في الغالب داخل بيوتهم او في غرف نومهم. والأكثر من هذا نجد أن معظم الأغاني يتم فقط سماعها في الملاهي والكباريهات. وفي النهاية يبقى الهدف من تطبيق تيك توك أو تطبيقات أخرى عليك قول الحقيقة إلا تطرد، هو تقديم محتويات لها رسائل مهمة عكس ما نشوفوه ونسمعوه. عندها يكون الكذب أصدق من الصدق والصدق أكذب من الكذب فيستوي الصدق والكذب. مايا ولا لينا، عندكم ميولات للمسرح ولا ميولات للتمثيل؟ لو كان هاد الشباب لقوا مدارس تاع تمثيل مدارس تاع مسرح يروحوا لهاد الشيء، صح ولا لا؟ لا لينا ولا مايا يحكوا تفضلي. كيكون كاين كاستينغ تاع تمثيل سواء كيكون فيلم تاريخي ولا فيلم دراما ولا اي حاجه، كي نروحوا حنا للكاستينغ يقول لك اللي دايرين الحجاب يوقفوا منا. قلت لهم علاه؟ قالك باش تخرجوا. شاركتي مقبل في كاستينغ؟ وي دو كاستينغ لا ميم شوز، يقول لك اللي دايرين الحجاب يوقفوا منا. كي قلنا لهم علاش قالك باش تخرجوا، يديروا غير لي سيفيليزي. وكاين فيلم واحد اخر رحت له غير ما تا درنا كاستينغ ومن بعد قال لهم اوفاونا قبلونا احنا اربعه ومن بعد في الاخر تاع الفيلم عيطونا في الاخر تاع التورناج تاع اوف تاع كاستينغ عيطونا قال لك باللي خلاص درنا واحد اخرين معرفه ولا جون سي با الوغ ما عندناش الفرصه. سي بور سا لقيتو مواقع التواصل، وعاده كثير من الناس مثلا بداوا من مواقع التواصل الاجتماعي وانشهروا، مثلا انس تينا ديزاد جوكر مراد عوديه هذو كامل بداوا فيديوهات بسيطه من مواقع التواصل الاجتماعي. لينا وي انا نشوف بلي شاركتي في كاستينغ للتمثيل ولا نو؟ مازال ما شاركت. انا نشوف بلي مواقع التواصل الاجتماعي فيها حاجه بزاف ايجابيه اللي هي تفتح لك بزاف لي زوبورتونيتي في الفيوتور. باغ اكزومبل واحد اللي عنده موهبه يبان فيها ما لقاش كيفاش يبان، لا غالب ما عنده معرفه ما عنده والو، يفتح شان يوتيوب يحط لي فيديو تاعو، يحط باغ اكزومبل جو سي با كوا دي كوفر، يغني، يحط يقري كيما قلتي لي مقبل، يمد دي لوسون اون لين، ومن بعد كي يطلع شويه ويبدا يبان يولوا هما يكونتاكتيوك وهما اللي يحوسوا عليك باش تخدم معاهم. ما تزعفش، قالوا لي حمزه يديك تورني، حمزه وعد قدام مشاهدي. الاخت فضيله سلا كاين حاجه التيك توك هذا اللي جاز
بلاغ الانسان يستحي عيب. صح. ها تفضلي منى. على واش قالت لينا؟ قالت باللي انا ندخل في النهار ساعه برك. باغ كونتخ نشوفوا البنات الاخرين نهار كومبليت تشوف ساعه تاع لينا وما تزيد تشوف ساعه تاع فلانه واحده اخرى، الوقت تاعها يضاع كومبلي وهي تشوف في حياه الاخرين. وهي ماهيش عايشه حياتها. برافو. حياتها ماهيش عايشتها وناسيه قرايتها، ناسيه باللي بالك هي كون تشوف داخلها عندك جوانب هي ما تعرفهمش. على هذيك نقول لك شغل نوصل الميساج للبنات باللي لازم قبل هي تشوف حياتها، لازم تعيش قبل حياتها. وهذو معليش نشوفوا اخبارهم معليش شغل نزهاو هكا، مي في اخر النهار كي تكملي انت حياتك. صح. كي تشوفي كامل قرايتك كي تكملي كل حاجه باش تشوفي الاخرين. خلونا بالواحد نشوفوا الفيديوهات تاع ابعثوا لي الفيديوهات تاع مايا. نجاح تاع المرأة الجزائرية واللي مازال ما فهموش باللي مواقع التواصل الاجتماعي ولا جزء لا يتجزا من واقعنا، والدنيا راها غير تتطور، التلفزيون عنده بلاصتو ومواقع التواصل الاجتماعي ولا عندها صدى كبير. الوغ اي مرأة جزائرية دخلت مواقع التواصل الاجتماعي عندها هدف معين لحقت وداروا الدراهم داروا الاسم داروا كلش، لحقوا كلمتهم وصلوا رسالاتهم. الوغ سجيت عليهم سألت خويا من غير والله غير بخير قالكم يا بان خرج واحد القرار جديد ما ماذاش اسكو صادقوا عليه ولا مازال جو لو سوي با سيور مي قالكم بلي حيل نسي ولا جوز لارمي. ايماجيني وانا ندخل لارمي نخرج للشما ونكيف الناسين وشعري نحطو بولا زيرو هذا يطير. ايماجيني حبيت تبرقوا علينا البلاد، حبيت تقلبوا علينا البلاد، حبيت تخططوا احنا فين ولا نروحوا الحراقة، هميتونا رجالنا اللي مازال خذيناهم شو راكم حابين تزيدوا تهملونا احنا. الله لا تربحكم هذوك الدراهم اللي طرحوا دخلونا بهم لارمي زوجونا بهم زوجونا بهم والله لا تربحكم رانا حنا 40 مليون باير. برافو. كان هذا واحد من الفيديوهات اللي صنعت جدل مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول الخدمة العسكرية للبنات. يعني المرأة خصها غير لارمي، ما عطيتو لها حقوقها، عطيتو لها خدمتها، عطيتو لها زوجتوها، عطيتو لها قالت لك مع الخدمة. انا كي درت حق دير دار اديروا لها دار، لقاو لها الراجل يخدم خدموه وعطوهم السكنه خلاص ما تزيدش كاع تسمعوهم. بصح انتوما انا كي درت لي ريشيرش تاعي دقيقه بك لينا لقيت باللي المنبع تاع هذا القرار منين جا؟ من جمعيه تاع حقوق المراه. نسا قال لك طالب هما اللي طالبوا، كاين واحد الجمعيه تاع حقوق المراه اللي نقول لهم ربي وكيلكم هما اللي طالبوا بهذا القرار. قال لك زعما المساواه بين المراه والرجل، شكون قال لك بلي حنا نحوسوا على المساواه؟ صح 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 في الكتاب والسنه تاع النبي عليه الصلاه والسلام. ابعثوا لنا الفيديوهات تاع لينا. وين كنتي يا طفلة من الصباح وانا نعيط لك؟ كنت ندوش ماما، كل يوم تدوشي الله يستر، ديري لي كاس قهوة راسي ويوجع. خلاص ما يكون غير خاطرك دقيقة وتوجد لك. لينا راني جاية ماما، قولك حاجة يا بنتي ريحي في شومبردك دوك نلبس جنابتي ونجي نتفاهم مع عجوزتك هذي. ماشي أنا كبرتك في كاشي 9 شهور وربيتك ورجعتك مرا باش من بعد يديروا قرصونة عندهم. شوفي أنا رايحة عند جوزتك، ما تنسيش توجدي العشاء وتمسحي الغبرة وتسيقي الدار كاملة باسكو راهي مندوبة أون سي جامي يجو ضياف، وكي يجو لواسك حطيهم يتعشاو وبلا ما نوصيك على المعن يا بنتي. هاي روحي جيبي لي جنابتي روحي روح عليا الحال. لينا بفكرة بسيطة أيضا وصلت الخلاف بين الحامات وبين العروسة، كيفاش العجوزة تتعامل مع 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 عروستها بشكل وتتعامل مع بنتها بشكل آخر. تفضلي لينا. وي هذا هو سي هذا هو الهدف من تواجدكم. هذا هو الهدف من تواجدنا باسكو علاش سورتو في هاد الهضره تاع الزواج ايتون نلقاو باللي العروسه جينيرالمون تلقايها دائما تلقاي العجايز ينشروا في عروستهم. علاش ديريها كيما بنتك؟ على كيما تحبي الخير لبنتك حبي لعروستك. سي لا ميم شوز، كيما بنتك تغلط عروستك تنتغلط، كاع نو بوديز بيرفكت، واحد ما كاش واحد كامل. كاين ايضا فايزه اللي عندها عدد من الفيديوهات في المانيا موجهه خصيصا للجاليه العربيه المسلمه بالمانيا وللناس اللي ما يعرفوش الاسلام. ابعثوا لي فيديوهات ديال فايزه. Trägst du das Wasser sehr nützlich? Trägst du Kaffee?
Kopf tuch an, nur damit du einen besseren Job. الله يبارك. واحدة من أجمل الفيديوهات اللي عجبتني على الإطلاق. تقريبا هذه هي الأسئلة، الكثير من الأجانب دائما يوجهوا السؤال هذا، علاش تديروا هذا الأمر؟ إذا قدرت توصل المجتمع شيء رائع جدا. فيديو ساخر، تفضلي فايزة. ديري بالألمانية ولا بالعربية؟ درسوا بهذوك ألمان. ألمان. أنا بغيت نديرو بالألمانية باش الألمان اللي يفهموا. درك أنا نقرا مع القور، الأسئلة دي دائما تعاود. أها. ترقدي بالحجاب. ما تقلعيش في الدار قدام باباك ديريه، دايما اسئله شغل عندك شعر ما عندكش، عندك شعر تسمعي ما تعرقيش البرد ديري في دماغك دخلي البره. وكاين عندنا بزاف اتراك هما اللي يديروا الجلباب. والاسئله هذه تعاود تما من داري يقولوهم لي، من داري نسمع هذا الشيء لايمتهم كاع ودرتهم في فيديو قلت لهم فهموا. الله يبارك. مام درتها بروف تاعي وريتها لها باش يفهموا، بعد ما ضليش يسقسوا فيا داروا في الكلاسة وشافته وما من ألمان عجبهم وراته قاع الكلايس. الله يبارك ما شاء الله. احكي لي على كيفاش الألمان يشوفوك بالجلباب في ألمانيا. أنا برا كي نمشي هاك في الوسط الناس قاع تشوف فيا. أها. قاع الأنظار عليا، سما هذيك حاجة يشوفوها غريبة شي لابسة هذه. صح الحمد لله ما كاش عنصرية. أنا خطرة رحت بن نشوف خدمة صغيرة باش نقرا ونخدم. وين كاينة قليلة، هذاك الشيء ما يخليش الوحدة إذا راحت بحجاب ولا بجلباب الدول الأوروبية أبدا ما يخليهاش تقلع الخيمار. قلت لك خطرة رحت بن نشوف خدمة صغيرة نقرا ونخدم نعاون روحي. تفضلي تفضل. بون أنا كي جيت قلت لها بن نشوف خدمة ديركت جبدت الفورمولا وبدات ما شافت لا حجابي لا والو. انا حرت قلت لو كان في الجزائر انا قلت بالك ما شافتنيش مليح. قلت لها معليش نخدم بالحجاب خلعت قلت ومن بعد تخدمي بالحجاب عادي. خطره مام كي قالت تاع المسرح على الحجاب ما يقبلوهمش، حنا خطره في الكلاسه بغاو يديروا لنا خطره شغل يجبدوا المواهب يحوسوا يعرفوا واش حنا شنو نبغوا. قالت لي لا تبغي المسرح تجي تمثلي، وانا الاولى كنت نخاف شويه نحشم ما كنت من مازال ما بديت لي فيديو. قلت لها بصاني بالحجاب قالت لي ومن بعد قالت لي بالحجاب وتدخل. هادو كفار الفرق، هادو كفار. شوف انا ركز. ومايا نهار راح تجيب كاستينغ ومايا نهار كانت راح تجوز كاستينغ داروا الحجابات على جهه والسيفيدي على جهه. هما يقدموا المواهب وحنا نقتلوا المواهب. هما ليس لديهم اناس اذكياء وحنا ماشي لدينا اناس اغبياء. هما يستثمرون في ابنائهم ونحن نقتل ابنائنا. قلت لها روحي نزوجك بالماني. واه روحي. ما يتموت عزواج. ايوا صاي. ايوا صاي. قالت بدلوا الميتي، اعطي لها تلقاوهم. واحده ايضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سلمى اللي عندها محتوى مفيد في مواقع التواصل الاجتماعي، ابعثوا لي فيديوهات ديال سلمى. اذا كانت اخر فكره خطرت لك قبل النوم هي: من المستحيل ان استيقظ على 7 صباحا، ساكون متعبه طوال اليوم. ستكون هي أول فكرة تخطر لك عندما تستيقظ وبالفعل لن تستطيع النهوض. كما نعرف جميعا أن عكس السلام هو الحرب، والذي يعني التضاد. يعني أن تكون في حالة حرب معناه أن هناك أمور في كينونتك مضادة لبعضها البعض. ما الذي يمنعك من الابتسام؟ الابتسامة تحد من الاكتئاب، حيث تدخل ضمن الطاقة الإيجابية التي تؤثر على العقل الباطن فتنعكس على نفس الإنسان. يعني تخيل معي لو كنت تمشي في الشارع فتبتسم لكل أشخاص المارين فيبتسمون هم أيضا، بل سيفرحون كذلك، وبالتالي سينعكس عليك الأمر وتفرح أنت. سمايل. الله يبارك. سلم. كاين مبدأ في التنمية البشرية نقول له باللي أي شيء تركز عليه يزداد ويكثر في حياتك. إلا ركزت على المشاكل حيزيدوا المشاكل، وإلا ركزت على الإيجابيات حيزيدوا الإيجابيات ثاني. يقول إذا إحنا ركزنا في خط أحمر على المشاكل راح يزيد المشاكل. سمع هذو كاين ناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي يشاركوا باغ اكزومبل يروحوا للبلاد بلايص شابين يصوروهم يشاركوا شغل إيجابيات، هذا لا يعني ما عندهمش سلبيات. لا دقيقة، لما أنا نروح لإسبانيا وش هي الايجابيات اللي نشاركها مع الناس؟ نشارك شحال الفيزا، شحال دفعت، شحال رجعوا لي، نشارك التذكره هل غاليه هل رخيصه، نشارك الفنادق هل وين هو الفندق الرخيص وين هو الفندق الرخيص، نشارك المعامله الايجابيه في هادو
كيما راهم يديروا في اوروب تكاليف الرحله، شكون الفندق رخيص شكون الفندق الغالي. يعطيك الصحه وين راهو اي والله وين راهو المارشيات الرخاص، وين راهم المارشيات الغاليين، كيفاش نتعامل مع هادو الناس، كيفاش نحكي معاهم، وين راهي الماكله الحلال وين راهي الماكله الحرام. هذا هو المحتوى الايجابي، لكن انك تشاركيني من لوتيل وانتم قاعدين راقدين نايضين ماهوش محتوى هذاك. الايجابيات اللي كنت نهضر عليها انه قلت لك بلاصه شابه، شغل انت كتشوفي باغ اكزومبل ستوري تاع وحده راهي في بلاد ولا وحده حياتها شابه، هي ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت. سلبيه وعلاش؟ باسكو شغل تخليك تهربي من الواقع، في بدلا من انك تلهاي في حياتك وتكوني القائد تاع حياتك انت وتبنيها، شغل تولي تشوفي غير حياتها وعايشه حياتها. وايجابيه على باسكو شغل يركزوا لك على الحاجه الايجابيه، كاين اللي يحفزوك باش ديري كيما هما. سمع انا بالنسبه ليا هذو رواد مواقع التواصل الاجتماعي باش يكونوا مثال افضل، انك بدلا من تشاركيني النتيجه اللي راكي عايشتها شاركيني الطريقه كيفاش وصلتي. صح، كيفاش وصلتي بولات حياتك هكا شباب. شاركيني الاشياء الايجابيه، القشور ما عندي ما ندير بها انا القشور، بالك تلقاي اللي راه يشوف فيك احسن مليون مره من اللي راكي انت تبارطاجي. السعاده عمرها ما كانت في الاماكن اللي نسافروا. فضيله كاين حاجه حبيت نقول لك، تكلمتي على السيده والاخت تكلمت على الافكار الايجابيه والتغيير الايجابي. احنا في علم النفس هناك مستحيل، اسمعيني واش راح نقول لك، مستحيل انه راح نكونوا متشابهين. ربي خلق الفروق الفنظريه كلي داروها العلماء، نظريه الفروق الفرضيه. خلي مواقع التواصل الاجتماعي، انا مرتي ما نخليهاش، لو كانت تخليها راح تنجح. ما نخليهاش، كنا عندك ما نجيبهاش عندي فرجاني. لا لا ما نخليهاش، محمد فرجاني والله ما نخليها. انا حطيت له القهوه جامي. انا بدلت له القندوره بالكوستير، نقول لك على لانه كسر الحرمه كثير من المشاهدات. لا لا كسر، انا ما شاء الله لا يشوفني يشوفني ربي، انا سعادتي في ربي يشوفني، خاطرش حامل واحد رفع ربي وعلى بكري الصحابه والناس عباس بن فرناس على كان يدير واتساب، وعند الاخرين دير الطيران هو اللي اكتشف الطيران على العلماء تاع ابن الهيثم. انا الانستغرام تاعي ولا الفيسبوك مرتبط بشخصيات، يعني قبل ما ندخل دخلت المارك نعم. والفيسبوك والانستغرام لقيته حط اخر صوره حطها عندها قريب شهر هو ومرته ولاده، لا ستوري لا فيديوهات اخرى. هذا مو الفيسبوك ولا انستغرام اللي راه مشغل كاع العباد هادو ملحيهم، حنا نشجعو. هو عنده حوالي شهر من اللي اخر صوره بارطاجها، بعثوا لي برك الفيديوهات ديال اسماعيل اللي يديرهم في الانستغرام. هناك من يعتقد انه لا يوجد شخص يسعد الاخرين دون مصلحه، وانا اؤكد لك ان امك تفعل ذلك كل يوم دون ان تشعر. دعواتها ليست لها تاريخ صلاحية، قد ترحل الأم وتبقى بركة دعواتها طوال حياتك. الأم شجرة من أشجار الفردوس، اسقيها بالبر وتقبيل جبين وليدي كي تحل فروعها إلى الجنة. الأم كل عام لا تتكرر مرتين، ابتسامتها تمسيك عثرات الحياة. في النهاية الأم هي الوحيدة مستحقة لعبارة ما نقدرش نعيش بلا بي، والبقية في حفظ الله تعالى. الله يبارك. هذا كامل أنت اسمعي ليدي تعمل فكرة أنت يا ولا شكون شاركك فيها؟ شوية كاين شغل أخويا، كاين جاري، كاين بزاف. أه؟ أم مرتجتي ولي جاري مات أم ديروا لي تاع ولي تخالي الله ربي يحفظه أيوب. الله يبارك. أمم تاع الأب ديروا لي تاع شغل المونتاج بركة. بصح اسمعين وليدي أنا واش حبيت نقول لك؟ أروح لعندك. أستاذ منفاني في قرايتك. لأنه ما مليح الرسالة اللي عطيتها الأم. صح ممكن هادو ولكن دورين دورين خطر. أو الشجاعة. لا لا يقدر هو يقدر يروح موهبة كبيرة إن شاء الله في المستقبل. حبيت نقول حاجة اسمعين، نقولوا بلي كامل قرينا ولحقنا لافاك باسكو المستوى تاعك الدراسي عنده أهمية كبيرة. أيوة مع أهم شيء هو المستوى الدراسي. أنا مثلا كي نتبع واحد نروح دائما واش يخدم. ولا مستواه الدراسي. لكن نبي ودي انا اتكلم نعاود نولي الانسان له ان يفعل ما يشاء، ولكن بشرط يجعل الشرع هو المعيار ديالو. ما نجاوز اذا شيء يخالف الدين يخالف الشرع ما نجاوزوش، وبعض الاحيان اذا شيء يخالف الاعراف الاعراف اللي عندها علاقه بالشرع الانسان ما يتجاوزهاش. نقطه واحده فقط حبيت نقولها للبنات لانها منتشره خاصه رواد الانستغرام، اصبح الغرض تجاري بحت، اني نرفع عدد المتابعين
باش الشركه الفلاني تجيب لي البرودوي ديالها باش نبيعوا لها، صح، ولا باش انا نروح لهذيك الشركه باش نبيع، صح، ولا الغرض مي هكا لي مارك صغار كما انا يبعثوا لي زعما بنات صغار اللي بداو خياطه جدد، بعثت لي غير العبايات باش انا كي يشوفوهم البنات بلي شابين يروحوا يشرو عليها. شاركينا في هذا الموضوع، قالت لي انا هذه تاع الماكياج ديري بوبليسيتي في انستغرام. وي جو في لا بوبليسيتي مي ندير الحاجه ان برودوي لي ينفعني وينفع الناس. فوالا كاين من داك بارفو دي برودوي لي ما يخرجوش عليا مي جو سي كو واحد اخرين يخرج عليهم باسكو كابابل انا عندي اليرجي ولا مي كاين دي برودوي اللي ما يصلحوش اللي ما يخرجوا عليا ما يخرجوا على حتى وحده. كيما خطره شفت واحد 3 يوتيوبرز داروا بوبليسيتي لواحد لا مارك جديده تاع ماكياج ماعرفش نقول الاسم، حكمتي لا كيوريوزيتي جو تيلمو هضروا عليها تشوفي واحد 20 ستوري غير هذيك لا مارك. ابخي قلت نشريها. شريها؟ رحتي شريتيها؟ رحت شريتها. سيتي لا كاتاستروف. هذه ثاني رحتي ضحيه لا وي ان شاء الله البنات يكونوا يشوفوا فينا باش يعرفوا كيفاش يشرو وكيفاش يتعاملوا مع مواقع التواصل. مي ابخي انا كي سييت هذوك لي برودوي عبالكي روج ا ليفغ تاع 20000 خير منهم الوغ كو هذيك ماركه معروفه سان فو با دير كو كي حاجه غاليه يتمم مليحه. صح يبعثوا لكم برودوي ولا دراهم؟ شحال مثلا يبعثوا لكم دراهم؟ سا ديبون على حسب لا مارك. معناتها ولات المراه ولا هذه اللي تستعمل وسيله للبيع ماهيش رساله. احنا لازم نركزوا على حاجه باللي اي انسان يولج هذا الموضوع ولا اي مكان واحد اخر لازم تكون عنده رساله يكون عنده هدف وجانب شرعي. هذا الشيء الاول. ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيه في الكلاب. مثلا شيخنا القناه ديال سلمى قناه محترمه فيها 20000 تروح القناه واحد اخرى تاع ناس بدون محتوى تلقى عنده فوق 100000. بصح هذيك تدي رساله يتوجه في المجتمع احنا ما نشوفوش اللي عنده في المجتمع. احنا نشوفوش اللي ما عندوش رساله. المشكل المجتمع تاعنا يروح لهذاك الشيء ما يروحش لهذا الشيء. بصح انا صاحب مبدا هل دوكا جينا الحصه هذا باش نشجعوا المبادئ لاننا نشجعوا صاحب الرساله اللي يصلح المجتمع. تفضل محمد. كاينه حاجه نعطيك مثال. مثلا تروحي لطبيب الطبيب يحب المهنه تاعو يخدمها مليح الانسان المريض يحبه ولكن الانسان غير على جال الدراهم يعني ما كاينش لي. وكما انا نشوفه للاسف الشديد هذا هو انا قلت لك للاسف الشديد نشوفه في واقع مر ماش على الشخص اللي جانا دوكا. انا نتكلموا على الواقع المر. قلت لك اذا كان الطبيب يخدم مليح ومليح مع المريض نتاعو المريض يبغيه ويجي ليه من طرف الدنيا. انا سؤال فقط نوجه لك انت وجهتينا سؤال لينا نوجه لك سؤال لك. نعم. شحال كاين من حص اجتماعيه في القنوات قنوات نعم الجزائريه؟ كل قناه عندها برنامج. ما ديريش كيما هما كاين اللي يرفعوا. عندي مبادئ مبادئ في حياتي وعندك رساله. عندي مبادئ وعندي رساله. كل واحد يجي المشاهد تحترم المشاهد. شوف شيخنا الصحافه ابدا ما راهيش ممارسه الشيطان نفس الشيء. وما راهي الصحافه هي رساله نبيله انك تقدم أكيد. رساله نبيله في برنامج هذا تحاول ان تصلح وتغير وتعطي رسائل ايجابيه هذا الشيء الذي تفعلينه. فكذلك على المستوى كاين هذه الرساله ديالنا في هذا السيد ها صار له حادث ان شاء الله ربي يشافيه ويعافيه. وهذا هو اللي شريف خو منى اللي خدمت عليه هذا المكياج السينمائي. دقه خدمه اه. وهذا النوع من المكياج هو غالي. هذا النوع لو كان تروحي لماريكان تخدمي برنسيسا. بصح للاسف لانه ما عندناش سينما ما عندناش ما نستعملوش هذا المكياج للاسف. لكن هو نوع من الفن اللي يقلب الانسان الى انه صراحه هذا السينما والمسرح. تفضلي. كنا كامل شفنا الفيديوهات ديالهم لكن الحاله ديالها رانا شفناها على المباشر. سبحان الله. بون انا دوك نقول كيفاش بديت نخدم. ما عنديش بزاف راني من الصيف كنت جبت الباك وكملت وعلى بالك في يامات الباك تبدي غير تخمي في عفايس واحد اخرين باش زعما تنحي على قرايتك ولا كنت ندور في اليوتيوب وصلت هذا تيب فيديو تاع سافاكس مايك اب بديت ندخل ونشوف فيديو مر فيديو عجبوني درتي خوك حق التجارب. عجبوني وحسيت روحي باللي نقدر نخدم هذا الجو من المايك اب. بون خليت حتى كملت قرايتي. الانستغرام ديال منى راه مر باش نشجعوك لكل الناس اللي راهم حابين دور الانتاج نشجعوا الكفاءات. اي والله لانه هاد كاين احنا شخصيا الشروق نشفى وقعنا في مشكل لان ما لقيناش شكون اللي يخدمنا مكياج سينمائي. تفضلي. قلت لك حتى كملت حتى جو لي فاكونس ولتيت بها وليت نشوف بزاف لي فيديو باش نتعلم وبيان سور شريف هو اللي عاوني باش نابليكي في هذا الخدمه. قبل هذا شفت كنت انا من متابعينك وكنت شفتك حطيتي خطره معقل في ستوري تاعك باللي محسوب
البنات ما يبقاوش غير يتبعوا زعما ويشوفوا غير في هذو اليوتيوبرز ويشوفوا اليوتيوبر ويشوفوا يبقاو غير يتبعوا فيهم نهار كومبلي جوز انت تبقاي غير تشوفي غير في اليوميات تاعهم بلا احنا نسيناك شغل البنات هضر على روحي انا ثاني كنت ضحيه هكا كنت من الاول نبقى غير نشوف اليوميات نشوف الاخبار نشوفها مش خدمو خدمو بروجي جديد خدمو هكا ونسيت كامل روحي نسيت بلي بالك انا نقدر نخدم مع فايز بالك نقدر انا نكون خير منهم بالك نقدر كيما هما ولا صح على هذيك قد حبيت نسي ونشوف الله يبارك تفقوا عليها هذا فضيلة شوفي احنا تكلمنا عليهم قاعدين وما تكلمناش على العنصر المهم قاع في هذه العملية العنصر المهم هو اللي يدير جام صح هذاك هو العنصر المهم وانا من احسن ما قرأت بحث افزح ما تضحكش مشفوش وعد مشوه ويضحك قلت لك انا من احسن ما قرأت لقيت دراسة دراسة شرعية حول هذاك الجام الدال على الخير كفاعله إذا كان شيء جميل ودرت له جام وكنت تريد أن هذا الشيء الجميل أن ينتشر في المجتمع درت له جام هك ساعات باش ينتشر الخير ولكن إذا كان شيء عيان ومستوى هابط ويؤدي إلى فساد المجتمع وما عندوش رسالة وما عندوش هدف كيدي له جام أنت على سيئة صح. هذه هي إما أن تعين على خير تدي الأجر وإما أن تعين عن سيئة ولازم كيما كان قول ربي ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد كل حاجة تتكلمها كان رقيب عديد إذا كانت مليحة تؤجر عليها إذا كانت سيئة رك تحاسب عليها أي فيديو إذا كان مليح تؤجر عليه إذا كان عيان تحاسب عليه أي كومنتر ديرو صح. إذا كان مليح وفي مصلحة المجتمع والله غير مليح أما إذا كان سبان وكلام بذيء وكلام ما عنده حتى معنى وكلام يؤدي إلى فساد الأخلاق وفساد المجتمع فاعلم بانك نشرت الفاحشه انت شاركت معنا نعم احنا ما بقالناش وقت نقول لكم فقط احنا نروحوا لركن خرج ولم يعودوا نعاودوا نرجع ركن خرج ولم يعد نستقبل معكم اول حاله اللي جاتنا من غليزان تفضلوا معايا هي حاله عائله هاد البنيته تفضلي خالتي سلام تبارك مرحبا بك خالتي اهلا عليك خالتي اهلا هاني ركز لي على خالتي هذا ديال ديالكم مسمن تفضلي خالتي خالتي ومع الزوج ديالها اللي جاونا من ولايه غليزان رغم شفت الناس البساطة رغم الألم ورغم الوجع رغم الفقر عندهم الكرم الكرم ما جاتناش من غليزان بيديها وبالك جيتو ترونسبور خالتي وجاو ترونسبور تخيل من غليزان ترونسبور هما مشرشحين بس تجيب لك شوية معارك ورغم الوجع أن بنتها تبحرت ما بان عليها حتى إن شاء الله هذا الملح يرجع لك بنتي خالتي تفضل أميو لميا لميا متوحشيتك لميا لميا لا عرقتيني لميا مانيش طايقاني مريضة لميا هاد يكون فقط الإيمان ولا كريمة يركزوا له على هاد الصورة هي صورة هاد البنيتة اللي في عمرها 19 سنة خالتي على بالي مقلي ما قدرتيش تحكي إن شاء الله ما يكون غير الخير إن شاء الله ما يكون غير الخير خالتي إن شاء الله ما يكون غير خير تفضل بابا هاد البنيتة بابا تفضل الميكرو فقط السلام عليكم وعليكم السلام وش وصل هذه الطفلة ما عندها والو هذه ما في حالة ما صبرناهاش في الدار لبس عليها ما عندها حتى حاجة تقرأ ولا قاعدة في الدار لا راهي عامين حيت بطلت وش حال عندها ملي راحت شهرين راهي في شهرين ونص اها ونهار خرجت ما خرجتش زعاف ما خرجت والو حتى حاجة ما عندها لاكارت ديالها ما عيطتوش عليها ما ضربتوهاش والو والو كان عندها تليفون ما عندهاش قل فقط الكريمة يعني طفلة ما شاء الله خرجت من البيت عندها حوالي شهرين هاد الطفلة تدعى لميا فاتح من ولاية غليزان عمرها الآن 19 سنة خرجت في 9 أكتوبر 2018 اللي شافها أرقام العائلة تظهر أسفل الشاشة ما عليكم غير تتصلوا بابا وين قالوا لك راها على بالي بلي حواس درت اعلانات عن دارك عندك حوست في هذا 14 ولايه ولا اها ايوا
وعند عند لابريكاد ما جبدوا لي حتى حاجة. وكي خرجت ما تلقيتوا حتى مكالمة واحد معي؟ جاني لا ثلاث أيام خرجت جاتني مكالمة مجهولة. أقل ماسكي هي لا لا الإنسان اللي هربا معه مانيش عارف الإنسان ما يقيش رقبته اللي خرجت معها برضاها ولا مرضت وداها ولا مثلا وش قال لكم هذا الإنسان؟ قال لي بنتك انساها. قال لك بنتك انساها؟ قال لي بنتك انساها ما تجيش تحوس عليها. انساها ما تجيش تحوس عليها. قلت له صح عطيني النيميرو بنهضر معك إلاك باغيها فت انت شريحه لها تفديتها للدرك الوطني. واه نعم. الطفله هذه بنتك ما كانش عندها تليفون؟ ما عندهاش تليفون ما شفتوش عندها. واقفه قبالي واقفه قبالي دخلي تعشي ما ردتش كاع عليا. خرجت في الليل ولا في النهار؟ سبعة تاع العشيه. سبعة واه تريكو هنا لا كا تاع دار لا خمار لا والو. توحشتيها خالتي؟ لميا توحشتها لميا راني متوحشتك لميا. رجع للدار ما نديرو لك والو. رجع للدار لميا توحشتك راني مقدية عليك لميا. راني مريضة لميا ارجع للدار إلا كي تجيوي بيا ارجع للدار لميا. ما ندير والو لبنتي ما ندير والو. نسمح البنت يرجعي ليا بنتي يرجعي ليا عاوجي انا بنتي. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله ما يكون غير الخير خالتي. راني متوحشة بنتي عاوجي انا. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله تصيبوها بابا. واش تقدر تقولها؟ نطلب من السلطة التوهرا على راسهم سيد الوالي ان شاء الله مولود شريفي يعاوني في السلطات العامة. تصويرتها راهي تبان وراني موزع التصاور في وهران. هذا ما نطلب حتى احنا بدورنا دوك نبارطاجيوها في مواقع التواصل الاجتماعي. اي واحد يشوف هذه الطفلة ما عليه غير يبارطاجي لانه حرام طفلة كيما هذه في عمر الزهور تروح احنا ان شاء الله تكون في ايدي امنة يعاودوا يرجعوها لماليهم. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله تعاود ترجع وتخرج عروسة تحت جناحتك بابا. معنا ايضا نداءات اخرى تفضل. فقط من اللي راه في 2014 لو 22 ماي لحد الان ما لقيناش اللي شافه ولا راه عنده. هذا مريض عقلي. هذه صورة خلف الله عبد القادر من ولاية برج بوعريريج مولود في 2 أفريل 1965 هو مريض نفسي. خرج في 22 ماي 2014 اللي يعرف عليه أي معلومات أرقام العائلة دياله تظهر أسفل الشاشة ما عليه غير يتصل. يعني إن شاء الله بلك الملامح دياله أكيد تكون بدلت ولا إذا راهو في دور العجزة أو في إحدى المستشفيات تقولوا بلي هذا الإنسان عنده عائلة راهم يحوسوا عليه. تفضل بابا. قلت كان دور 4 سنين و8 شهور اللي لقاه يتصل برقم التليفون هذا. أعطينا فقط الميكرو الأخ تحوس على باباك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي الأب تاعي خرج 15 مارس 2018 عنده 9 شهور وربع أيام وخمسة سوايع. عاود لي. عنده 9 شهور وربع ايام وخمسة سوايع بتاريخ تاع اليوم. ما يحفظ لك هذا التاريخ غير لحمك. حافظ التاريخ بالساعه بالثانيه بالدقيقه. جيت عندي بورطابل دوك نقول لك الدقيقه حافظ كل حاجه. مانيش غير انا خلانا كل دركا محروقين عليه دار كامله. يما مريضه في الدار نسكن فيها عنابة سينو واحد كانت حابه تجي للبلاطو ما تقدرش مسكينه. حنا نشوفوا الفي تي ار بعثونا فقط الفي تي ار ديال هذا الاب اللي خرج ايضا لقيتو طوموبيلته كانت مسروقه. سرقت له طوموبيل نهار 14 مارس قبل ما يخرج بالنهار. كي يروح للدار الوالده قالت له كيما نقولوا الفايده في راسك وفي راس الدراري مانيش طالبين طوموبيل ولا غير كي يروح. اليوم وغدوه خرج من الدار صباح خرج لبس قشو شرب قهوته عادي خرج من الدار عادي ما كان حتى مشكل. الصوره راهي تظهر ان شاء الله هذا الانسان يعاود يرجع لداويه. خلاها عليكم ظلمه كيما قال الاخ تاعي ربت علينا الدار ما عدناش وين. بكري كنت كي نكون نخدم نروح نافح نلقى يمه وبابا في الدار هذيك كنز تاع الدنيا ما نطلب والو. نلقى خاوتي يمه بابا حتى ناكل الكسره والماء ما نطلب والو. مانيش قال طالب حاجه كبيره ولا غير يعاونونا السلطات خاطر شكون خرج عادي هز لاكارت تاعو باسبور تاعو قول راح عاود حياته ولا حتى يجيني تليفون يقول لي ما تحوسش عليا قابل. المهم بابا متهني
الصورة راهي تظهر إن شاء الله أرقام الهاتف راهي تظهر أسفل الشاشة، اللي عنده عليه أي معلومات يتصل. حلقتنا لنهار اليوم كانت مزيج بين الألم، مزيج بين الفرح، ومزيج أيضا بين الابتسامة. إن شاء الله خالتي تربحي علينا، وإن شاء الله تلقاي هذه الطفلة، وعندي إحساس بلي تعاود ترجع إلا ما ترجع. تفضلوا معايا، شرفتوني اليوم بحضوركم، يعطيكم الصحة جميعا. أي اسماعيل تفضل خويا. وبلا ما ننسى أني نشكر مجموعة زهرة الخليج العالمية على هذه العباية. دائما نقول لكم إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. في أمان الله، إلى اللقاء.